السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي نحط الديتيل في السي في دي. أول حاجة تعملها إن أنت تقفل الأورينتيشن بتاعتك بحيث إن محدش يقدر يلف الشكل بتاعك بعد ما تعمل الدايمنشن. طيب أنا عايز مثلا أعمل دايمنشن هنا، أعمل مسافة من هنا لهنا لهنا، هاجي هنا في الورك بلان وأقول له شوف شوف أي حاجة ترسمها هترسم على الأرضية. أنا لو جيت تعمل دايمنشن، لو إن أنت تعمل الخط ده مثلا، الخط ده هيتعملها لك على الأرضية. طيب تعمل إيه بقى؟ تقول له ست وتقول له بيك ابلان وتروح تحدد مثلا الشكل دوت، وتقدر تقول له انا عايز اعمل دايمنشن مثلا من الخط دوت للخط ده للخط ده وهكذا. ممكن مثلا تنزله هنا مثلا او هنا زي ما انت عايز. برضه عايز تعمل دايمنشن هنا، فتقول له اركتشر وتقول له انا عايز اعمل سيف بيج بلان، تختار مثلا الحته ديت وتبدا تعمل الدايمنشن بتاعك والكتابه البارت ده بتاعك. حط اي كتابه انت عايزها من هنا مثلا لهنا 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 بالشكل ده، فتقدر تعمل اي دايمنشن انت عايزه في 3D، وتقدر برضه تعمل تاج زي ما انت عايز بالشكل دوت.